أيضا عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد ومن خلال البث الإلكتروني المباشر. مباشرة نذهب ضمن فقراتنا وفقرة عالم الرياضة، لكن هذه المرة سنتحدث عالميا وعلى وجه التحديد ما الذي تغير في القوانين التي تتعلق بالوكلاء وتنقلات اللاعبين هذه المرة بإقرار من الفيفا. يطلعنا على هذه الجوانب الهامة السيد ماجد بلعاوي، محلل رياضي ومستشار قانوني للاعبين كذلك من أمريكا. أسعد الله صباحك بكل الخير على اختلاف التوقيت سيد ماجد. صباح الخير ولوطننا الغالي، وأنا أبدأ حديثي بالترحم على شهدائنا وأصبح على أسرنا البواسل، وأنا جاهز لأي استفسار أخت وفاء فيما يخص القانون الجديد فيما يتعلق في توكيل اللاعبين وتنقلاتهم. نعم، على ماذا يركز سيد ماجد أو تركز هذه التغييرات الجديدة المقرة من قبل الفيفا، وكيف من شأنها أن تؤثر أيضا على الجوانب الهامة سواء بالوكلاء وتنقلات اللاعبين؟ عشان أنا أقدر أفسر للمشاهد وللمستمع بما يخص هذا الموضوع لازم أعرفهم شو القانون السابق وشو كان مطلوب وشو القانون الجديد. القانون السابق كان هو كان يعتبر الوكلاء وسطاء، كان يقول عنه وسيط. الوسيط كان الفيفا لا تتدخل في هذا الأمر ولا في أي حال من الحالات، كانت الوسطاء يتعاملوا مع الأندية مباشرة بدون أي تدخل من الفيفا. الفيفا سابقا كانت عندها قوانين ملزمة للوكلاء، لكن تغيرت والتوجه لهذا التوجه صدق، لكن اكتشفوا أنه بعد ما عملوا هذا الشيء أنه كتير دخلوا على البيزنس غير مؤهلين وعملوا مشاكل كتير للاعبين، وخاصة أخت وفاء أنت بتعرفي أكثر اللاعبين وخاصة في ساوث أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقا غير متعلمين، يعني أكثرهم من السهل جدا يكون في تسلط عليهم من الوكلاء ويكون التشويش افكارهم، ويعني في لاعبين كانوا وقعوا بثلاث انديه وكانوا في لاعبين وقعوا مع ثلاث وكلاء ما كانت في انضباط من مره، يعني سهل الاستغلال وسهل الاحتيال خاصه للذين ايضا البعض منهم كما ذكرت كابتن نضال انه في ماجد عفوا انه في منهم من ايضا كذلك بيئات فقيره، وبالتالي سهل انه التلاعب بمثل هذه الامور في التعاقدات بلا شك، وهذا حصل. والفيفا طبعا أدركت ذلك بعد من الشكاوي اللي الفيفا لم تستطيع تدخل فيها ولا محكمة الكاس. فالفيفا قررت استرجاع اللي هو القانون الملزم للوكلاء اللي هو أختفى حيفصل هذول الوسيط السابق للوكيل. الوكيل حيكون لازم يكون بعد ما يعمل الامتحان ينجح في امتحان، الوكيل لازم يكون ما عنده أي قضية، ما عنده أي مشاكل، ما عنده يعني حيكون في تشيك من الفيفا نفسها أو من الاتحاد البلد اللي هو اللي منتمي إلها إنه ما أي حد بيقدر يقدم على هذا الامتحان. طبعاً حيكون في تأمين للوكيل لو حصل إنه أخذ الشهادة بعد الامتحان نجح في الامتحان. التغيير اللي حصل كمان هو بخصوص كمان البرسنتج النسبي اللي هياخذها الوكيل. سابقا كانت فوضى، كان الوكيل اتفق مع اللاعبين بذات اللاعبين الافارقه، كان في كثير ناس يستغلوها يقول للاعب انت ليش بدك، بدي انا 20,000 الموسم روح اجيب 50,000 وكل ال 30 الي وال 20 لك. كثير استغل. طبعا الفيفا طبعا وصلتها قضايا كثيره من هذا النوع. وكثير كان دخلاء على البزنس ما لهم دخل على الاطلاق في الموضوع، يجوا قاعدين جلسه شو رايك امثلك للاعب، يحصل يخرب على اللاعب، اللاعب يعني حصلت كثير مشاكل. فهلا في بلد الفيفا حتعمل الانضباط. الانضباط كالتالي، اي صفقه حتتم في مبلغ تحت ال 200,000 مسموح للوكيل ياخذ 5%، سابقا كانت 10% وكانت مفتوحه. يعني حددت النسبه. حددت النسبه. اي صفقه بتكون فوق ال 200,000 البرسنتج تاعها 3%. هلا ال 3% هذه انت بتاخذها من طرف واحد او من طرفين اذا بحاله تم التوافق بين اللاعب لازم يعلم والنادي لازم يعلم، لازم تكون الطرفين موقعين معك.
هذا في حالة أنت نقلت لاعب من نادي لنادي. هلا في شغلة ثانية اللي هي بتتعلق في أنت تبيع لاعب أو تنقل لاعب من نادي لنادي آخر، يعني أنت تكون تمثل النادي. نعم. بهذه الحالة حتكون النسبة 10%، بما أنه في من الترانسفير في من النادي، يعني اللاعب ممكن النادي يبيع اللاعب 50 مليون 100 مليون، يعني في بالآخر الوكيل له برسنتج بيقدر ياخذ 10% من هذا التنقل من الطرفين، يعني بيقدر ياخذ من طرف النادي او من طرف اللاعب. نعم. يعني بيقدر يكون يمثل الطرفين، بس بيقدر ياخذ من طرف واحد. وواضح تماما انه في يعني قيود، وبالفعل هذه القوانين ستكون ناظمه وضابطه لما يتعلق وربما موضوع التعاقدات والتنقلات، وبذا يعني هذا الشيء كيف من شأنه بصراحة أي ينظم ويرتب ما يتعلق والأندية واللاعبين؟ هل سيكون محل رضا من قبل الأندية ومن قبل اللاعبين، أم كان في هناك يعني ربما يعني عدم استحسان مثل هذه القرارات؟ قد يكون للبعض، اكيد في ناس كثير اللي اشتغلوا في هذا المجال وهم مش بديش اقول غير مؤهلين، يعني غير مسجلين. يعني احنا مسجلين في الاتحاد الامريكي، انا كثير من اللاعبين كان يروحوا مني من وكلاءهم مش من غير مسجلين، لانه ما كانش في انضباط. اللاعب عارف حاله انه ما اقدر اشتكي، اللاعب عارف حاله، فكان في ضياع للوكلاء اللي هم الحقيقيين المسجلين في اتحاداتهم، مع العلم انهم وسطاء بس غير محميين بالاخر. القانون ما يعني ما بدي تروح تشتكي للفيفا. هلا في الوقت الحاضر صار في انضباط، لكن الاهم بالموضوع انه الفيفا لما عملت هيك كمان كان في موضوع تعرف التهرب من الضرائب، في مليارات من الدولارات عم تدفع للوكلاء على مستوى العالم، يعني فكثير هلا صار في انضباط. انت من حقك كوكيل هلا الفيفا اعطتك 14 يوم لتسجل حقوقك اللي هي تثبت في صفحة معينة من بالفيفا، معك 14 يوم، إذا لم تسجل هذه خلال 14 يوم ما بتقدر تشتكي للفيفا أو تحصل على حقوقك، الفيفا ما بتحمعك. هلا الفيفا عملت هذا الانضباط ليش؟ لأنه أنت لما بيجي تسجل بالفيفا أنت عندك نسبة من 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 صفقة معينة، أنت البلد اللي أنت تنتميها بدك تدفعك ضريبة، أنت الأول بجزء الناس كانت تتهرب من الضرائب. الفيفا عملت هذا الانضباط كمان الفائدة حتعم كمان على الاتحادات اللي المحلية. يعني أنت لا يعقل أن أنت بتمثل اتحاد سمح لك هذا، والاتحاد كمان ما يستفيد من الأمر هذا من البرسنتج تاعك. فالمهم يعني عملوا هذا كمان عشان يساعدوا الاتحادات الدولية، يعني على أساس أنه كمان كلها شير من الموضوع هذا، كنا قسم من العمولة. طب يعني يبدو أن التأثير سيد ماجد بصراحة سيكون في تفاوت، في تبادل في التأثير من خلال هذه القرارات بين الأندية الكبيرة العملاقة التي لربما لن تكون هنالك يعني أي تغيرات ملحوظة كثيرة أو تأثر حقيقي خاصة في الجوانب المالية، وما بين الأندية الصغيرة واللاعبين الجدد أو الذين يقلون سعرا عن بقية زملائهم الذين هم في الصدارة. برأيك هل سيكون هنالك عدل في مثل هذه القرارات ضمن الفروقات الحاصلة بين الأندية؟ بلا شك طبعا. لا اكيد. هلا هي فكره الـ كمان انت بتعرفي في كثير من هذه القضايا كانت ولا زالت وحتستمر اللي هي من تحت الطاوله. هذول الانديه ممكن عشان انت كمان ما تعرفي اللاعبين اللي عندك، انت جبتي لاعب دفعتي له 100 مليون واللاعبين اللي هم نجوم اكبر منه مش ماخذين 50 مليون، فهذه كلها قضايا ممكن تتم بطريقه كمان فيها قف ثالث في الموضوع. هذا كمان الفيفا عم بتحاول تضبطه. هلا انت لما حكيت صحيح في فوارق كبيره بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره تيجي مش غير قادره تدفع هذه المبالغ. لكن هلا هي في شغلات كمان اللي مثلا الاتحاد الامريكي هنا فتح مجال للسبونسرز ان تيجي تجيب لاعب. مثلا احنا في عندنا كل نادي حاطين بجت معين لاستقطب لاعبين، لكن سمحوا انك انت تجيب سبونسر زي اديداس نايكي اي شركه في تعمل لك تعطيك ارقام اللي يعني فوق البجت تاعتك، هم حرين. هنا بتصير بالاخر انت مين اللي بدك تجيبه؟ بدك تجيب نجم
عشان انت تعمل لك ماركتينج للميرشندايز تاعتك، زي ما عمل النصر السعودي مثلا كريستيانو رونالدو، دفعوا له هذه المبالغ الخياليه، هذه لا تدخل العقل ولا المنطق اصلا. الارقام هو شو حينتج بالاخر، لكن هي بالاخر هي في امور تدار بهذا الامر، في صعب الواحد يفسرها، لكن هي بالاخر عمليه طلب وعرض بالضبط هيك، يعني اذا بدي افسرها بالضبط هي عرض وطلب بالاخر. والشطاره بالاخر الوكيل له دور كمان، يعني الوكلاء اللي هم اصحاب العلاقات مع رؤساء انديه وهذا لهم هذا الدور، لكن هي بالاخر في العالم العربي شوي صار في انفلات في الامر في بخصوص هذا، يعني تلاقي في لاعب عنده 4 أو 5 وكلاء موقع معاهم بسبب انه في شتات، انه اللاعب مش مثقف، اللاعب مش متعلم، اللاعب مش عارف القوانين، هذا صار في انضباط. والمشكله انه تكمن كمان انت هلا، هذا انت اذا استمرت هذه المشاكل، يعني لدرجة انه الاتحاد البلد نفسه مش قادر يحلها. يعني انت تعرف اللاعب المحلي، انا عشان اطلعك على بعض الامور، عندي لاعبين اتصل علي من الضفة، على هلا ابني محمد عم بدرس وقريبا حيخلص حيصير محامي فيفا، فكثير ناس بيستشيروه في هذا الامر، اتصل علينا لاعبين من الضفة، لكن احنا ما بنقدر ندافع عنهم في الاتحاد الفيفا لانه القانون محكومين للقانون الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. لا ممكن هذا يصير مستقبلا، يصير تغيير في هذا الامر، لكن ما يعني في الوقت الحاضر كثير من الانديه عندنا مديونه لكل اللاعبين، اكثر اللاعبين عندنا 90% لهم فلوس على الانديه، وكثير منهم بتصلوا علي بيحاولوا بيقولوا لي شو القانون. ما في انضباط في هذا الامر نهائي. يعني انت بتشوف انه مثل هذه القوانين هي راح تضبط عمليه، خلينا نقول البزنس الحاصل بشكل عام في المجال الرياضي، وراح يكون في وضوح في التعامل والمعاملات سواء الماليه او حتى في التعاقدات في التنقلات، راح كل شيء يكون معروف بالنسبه للاعب وبالنسبه للنادي والوسيط ايضا او الوكلاء. أنا سعيد جدا أنك أنت حكيت كلمة بيزنس، هو فعلا بيزنس، هو يعني بيزنس، هو حقيقة هو بيزنس، بيزنس 100%. هي هو البيزنس بالآخر، تعرفي هي بالآخر في رهان على الخسارة وعلى المربح، يعني صحيح وهذا هو هذا اللي حاصل. لكن هي الانضباط الفيفا اللي بتحاول تعمله هلا، اللي هي انا انت عارفه لما انت بدك تروح على محكمه الكاس عشان تعمل قضيه تشتكي، بدك تدفع على الاقل 20,000 جنيه عشان تقدر تعمل قضيه في الفيفا. فهذا القضايا وقفت هلا، الفيفا مش عم تستفيد، يعني كثير فلوس عم تنهدر هم لما عملوا قضيه الوسيط وبعدوا حالهم وفصلوا حالهم عن الزامهم والزام الوكلاء والزام اللاعبين بدفع العمولات. لانه بصراحه انا بحكي لك عن نفسي، انا عندي كوميشن اجريمنت، يعني عندي موقع اوراق من انديه ومن لاعبين ومبالغ وما قدرت احصل عليها لانه القانون ما حماني. نعم، يعني قديش في يعني عملت الاوراق عن طريق محامي، رغم كل هذا ما بقدرش اشتكي للاسف. يعني هلا القانون الجديد حينصفني، طبعا حينصف فقط المسجلين في الاتحاد، وهذا المشكله تكمن انه كمان الامتحان منه سهل، الامتحان صعب، في صعوبه كمان، الامتحان مش سهل، وفي سنويه حتدفع، هذا في كمان هذا الواحد بيلتزم فيها، اذا اشتغلت او ما اشتغلت بدك تدفعها، فهذا كل الامور كمان حتضبط، بس ناس معينين اللي حكي. لكن هل الانديه عندنا في عالمنا العربي حتلتزم بهذا الشيء، ولا حيشتغلوا مع الناس رؤساء الانديه والناس اللي بعد الناس اللي لهم اعمال واشغال مع بعض الوكلاء اللي هم بيقدروا يزركوا لهم من تحت الطاوله، لانه في البزنس هذا في كثير فساد وفائي كثير، وانا حكيت في هذا الامر اكثر من مره، وناس قالوا لي انت بتخرب على حالك، انت بتحكي في امر انت، لكن انت تتحدث عن واقع حقيقي بصراحه، واقع حقيقي بنعيش ولا وهذا حقيقه، يعني في فساد كثير في هذا الامر، واحنا بنتمنى انه يكون بالفعل مثل هذه القوانين يعني الضابطه انها تكون في اطار انه الكل يكون عارف شو اللي له وشو اللي عليه، وما يكون في استغلال. هلا هذا بزنس لا شك، بزنس يعني واضح 100%، ولكن بما لا يتعدى حدود المفاهيم الحقيقيه للبزنس الشريف المحترم، وان يحفظ كرامه وحقوق سواء النادي نفسه او اللاعب نفسه،
وبالتالي تكون عملية شراكة حقيقية واستفادة جماعية. إجمالا سنتحدث لاحقا ربما في كل جديد من خلالك كابتن ماجد بلعاوي ومحلل رياضي ومستشار قانوني للاعبين في أمريكا. أشكرك جزيل الشكر على الاتصال والتواصل وإيانا وتواجدك اليوم عبر أثيرنا رغم أنه فارق التوقيت الآن ساعة الواحدة لديكم في أمريكا، صحيح الواحدة ليلا؟ نعم نعم صحيح. يعني هلأ فينا نحكي لك تصبح على خير، يعني احنا صباح الخير. تصبح على خير وتصبح على خير يا وطن، وشكرا على اللقاء وانا سعدت بالحديث معك اختي. اهلا وسهلا. مبدعة وما شاء الله عليك. الله يسعدك يا رب، يسعد اوقاتك دائما ابدا. كان لابد من الحديث عن في هذا الامر ضروري جدا عشان لعيبتنا تسمع وتعرف شو اللي عم بيحصل في هذا صحيح. الامر عشان لا يستغلوا 100%. ومهم جدا ان ناخذ بكل الارشادات والتعليمات حتى لا نقع فريسة لبعض الأفخاخ التي توضع هنا وهناك ولبعض النفوس للأسف التي لا يهمها سوى فقط المردود المالي دون الأخذ بعين الاعتبار بفرض المصلحة العامة سواء للنادي أو حتى لهذا اللاعب أو للوكلاء. إجمالا نواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن الدقائق